في بعض الفيتامينز مهمه جدا للشعر على راسها فيتامين دي وفيتامين بي. فيتامين بي لو ناقص بتعوض عن طريق الاكل، فيتامين دي لو ناقص لازم نعوضه عن طريق ان احنا بناخده من بره وبنتعرض للشمس في اليوم على الاقل ربع ساعه. وحتى لما بينقص وبنعوضه بادويه بعد شويتين بيرجع ينقص تاني، فدايما عيننا على فيتامين دي. الناس اللي عندهم مشاكل في الهرمونات او اختلال في الدوره الشهريه دول برضو بيكون عندهم مشاكل في الشعر فلازم تتصلح. مشاكل الغده الدرقيه سواء بالزياده او بالنقصان ده برضو بيأثر على الشعر. فالمهم جدا اعوض الحاجات دي، اتاكد ان مفيش انيميا، اتاكد ان مفيش نقص حديد، اتاكد ان مفيش نقص مخزون حديد، اتاكد ان مفيش كريم سحري هيدبت الشعر ويطلعه وينعمه ويلونه مش حل سحري لازم. كل حد ربنا خلقه له طبيعه. الشعر اللي هو الناعم او المفرود ده بيكون عنده روابط كبريتيه اقل شويه من الشخص اللي عنده شعر مجعد. كريمات الفرد بتعمل ايه؟ بتكسر الروابط الكبريتيه، كسرنا جزء من بروتين الشعراي. على المدى الطويل مش هنلاقي الشعر ده. صحيح. الواحد فعلا يتصالح مع طبيعه شعره.